محترفين اللعبة دي تلات انواع. النوع الاول نوع بيشتري بفلوسه تشكيلة خرافية علشان تساعده يغلب اللي قدامه بيها بسهولة، والنوع التاني بقى فقير على الله حكايته، من الاخر كده معهوش فلوس يشحن، فبيعتمد في احترافيته على ان هو يطور من لعبه اكتر واكتر، وبيجيب لعبته عن طريق ان هو مثلا ممكن يتفشخ شهر او شهرين عشان في الاخر يحط لاعب ولا اتنين في التشكيلة جداد بس مش اكتر، او يتاجر ويخسر، مش يتاجر ويكسب، لا يتاجر ويخسر، لان اساسا الضريبه 10% بتفشخه، فاغلب اللي بيتاجروا وهم من النوعيه دي بيخسروا. النوع الثالث بقى ده اللي بيجمع بين الاثنين، بتلاقيه جامع بين الاحترافيه وفي نفس الوقت بيشحن بمبلغ عالي، فده اللي هو حرفيا المفروض يكون متسيد اللعبه. والسؤال هنا، ليه التلات انواع دول مش هما اللي واخدين التوب رانكت في اللعبه؟ او بمعنى صح، ليه الهكرات واللي بينقلوا مع بعض هما اللي واخدين التوب رانكت، وازاي بيعملوا كده؟ عباس علي ده واحد من ضمن ناس كتير بيعلم العيال الهاك، وعاملين كده جروب خاص بيهم وليك خاص بيهم. عباس اول واحد هنبتدي بيه النهارده، والتقيل جاي بعدين كده واحده واحده، علشان انا مش عايز اطلع الفضايح كلها عشان نستر على الناس، علشان الناس تبتعز وتبطل، يمكن حد منهم يتوب ويوقف. عباس بيعلم العيال في ماتشات التنافسي ازاي تشغل الهاك، والهاك ده اساسا بيخلي اللي ضدك يخلي الحارس بتاعه واقف، وانت لو شوت من اي حته باي لاعب باي شكل تيجي هدف. يعني حتى الفيديو اللي انتوا شايفينه قدامكم ده عباس هو اللي مصوره وبيعلم بيه الناس. وفي ماتشات الهيد بقى بيخرجك اول لما تدخل، تلاقي نفسك دخلت كده وبدات تباصي، لسه هتباصي الكره تبص تلاقي نفسك ايه، طلعت من الماتش. السكرينات اول لما جات لي انا اتصدمت، لان في ناس كتير من اللي بيعلمهم معانا في الجروب وواصلين فيفا تشامبيون بالهاك وباعترافاتهم. المشكلة مش بس في كده، المشكلة ان هما لما بيوصلوا حتى فيفا تشامبيون بيفضلوا ينظروا على اخواتي في الجروب ويقولوا لهم احنا وصلنا فيفا تشامبيون وفرق ضعيفة، يعني واخواتي انا بتستغرب اللي هو ازاي العيال دي وصلت فيفا تشامبيون بالفرق البسيطة دي، وياخدوهم، وفي منهم كمان اخواتي اللي بياخدوهم ثقة، اللي هو ايه ده خلاص ده وصل فيفا تشامبيون فرقة ضعيفة ده اكيد محترف، خلاص بيثقوا فيه وبيسمعوا كلامه وممكن كمان يديهم نصايح غلط، هما اساسا بيفتكروهم حريفة وهم مش كده، مش مالهمش اي علاقة بالاحتراف. انا المره دي هسكت ومش هنزل اكونتاتكم، لاني حقيقي لو نزلت الاكونتات دي كلها هتتقفل. انت عارف لو 100 بس من عندي في يوم واحد دخلوا عملوا لحد ريبورتات ان هو هاك، هيظهر في نتائج البحث الاولى بتاعت الشركه، وتاني يوم كل حاجه هو عملها في السيزون ده هتضيع. انا عايز الناس اللي في الشات ده زي ما غلطت كده تدخل تعتذر للناس في بوستات على الجروب، واحنا نتقبلكم والدنيا تمام وهتبقى عاديه ومحدش هيجي ناحيتكم، لان ده لو ما حصلش انا الاسبوع اللي جاي هنزل اكونتاتكم مع الناس اللي احنا لازم نبندهم من السيلفر عشان خاطر السيلفر ينضف. انا الحمله دي لو فشلت مني ولقيت ادمنز الجروب وقفوا في وشي، لان في منهم كتير برضه هاكرز وبيسرقوا فلوس وبيعملوا كل ده، وانا هتكلم الفتره الجايه كتير وهقول براحتي، لو لقيت الحمله دي فشلت انا قسما بالله لا هخلي اصغر عيل بيلعب فيفا بيعرف يستخدم الهاك، وهبوظ السيلفر كله، ويبقى كلنا كده متعادلين وكلنا بنعرف نستخدم هاك وكلنا بنلعب. ولعلمكم استخدام الهاك سهل جدا، وانا هوصله للناس بطريقه وهقول لهم ازاي الشركه بتكشف ده فما يتكشفوش.